إذا كنت تشعرين بالتوتر أو الإرهاق أو القلق، فهناك طريقة بسيطة للحفاظ على صحتك العقلية لكنها مكلفة جداً. أهلاً بك في منتجع طقوس الغضب. في توجه جديد نحو التنفيس عن الغضب، يستهدف منتجع صحي النساء فقط للتعبير عن مشاعرهن السلبية، يسمى منتجع طقوس الغضب، ويقع مقره باسكتلندا، وقد صمم خصيصاً لمساعدة النساء في التعامل مع غضبهن من خلال استخدام طرق غير تقليدية وآمنة. تمارس فيه المشاركات في المنتجع الصراخ والضرب بالعصي داخل الغابات ليحصلن على الحرية في التعبير عن غضبهن بشكل كامل. وترافق السيدات امرأة تطلق على نفسها العرابة الروحية. كما يقدم المنتجع أيضاً رحلات تستغرق أياماً بها مجموعة أنشطة صحية وتمارين تتراوح أسعارها بين 2000 إلى 4000 دولار للشخص الواحد. وهناك أيضاً خيار اليوم الواحد البالغة تكلفته 222 دولاراً. وأنت، هل فكرت بالصراخ من قبل للتخلص من التوتر والإرهاق؟